السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد القريشلات بلديين اللي كيجيو الصراحه الله فنين، وغادي ينفعوكم في هذه الوقيته ديال المدرسه لوليداتكم. المهم البنات غادي نبدا معكم بالمقادير. هنايا عندي جوج معالق، معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه، هادشي اللي متوفر لي انا درته، وجوج معالق ديال الجلجلان، وعندي كاس هنايا ديال المزهر، داك المزهر المزيان اللي كيعطي الريحه. وعندي هنايا 6 د المعالق ديال السنيده، راني عبرتهم في داك الكاس، عطاوني داك الكاس ما عامرش مزيان. وعندي هنايا كاس لارب ديال الزيت، وصافي. وغادي ندير الخميره ديال الخبز وطريط وشويه ديال الملحه، ماشي طريط قاره، شويه يعني كندير الملحه، ماشي زعما بحال كنعجن الخبز. واخا دايره في هذيك السنيده كندير باش كيجيو بنادين ومعادين في الذوق. وعندي هنا جوج خمارات من فئه 8 غرام ووحده د الفاني. وهنا البنات كنوريكم الطحين، راني غربلتو كيلو، غربلتو مزيان ديال الحلويات، غربلتو ما عرفت هكا تكون فيه شي حاجه ولا هذا، المهم غربلتو قبل ضروري. هنا صافي البنات غادي نبدا نخلط هاد النواشف كامله، هما الاولين. صافي غنزيد سنيده بعدا هي الاولى. والجلجلان البنات راني صهدتو غير واحد شي شويه، ما طحنتو ما والو، غير صهدتو غير شويه. راه جوج معالق كبار البنات، غير دابا هادوك ما عمرتهمش مزيان، راني من الاول عبراهم مزيان. المهم الزرار على حساب الذوق، كل واحد شنو كيبغي. المهم انا كنبغيهم شويه يكون فيهم زايد هكايا الزرارع، تا حبه حلاوه والنافع راني صهدتهم حتى هما شويه. وغادي نزيد هنايا حتى هاد الفاني، راهم كيجيو من السميل وكيجيو خطيرين البنات، كيجيو كحمقوا وينفعوكم في المدرسه لوليداتكم الصراحه. وتا النافع راه مهم الصراحه، الله الصحه، راه مزيان. صافي غنزيد هنايا حتى هاد الخمارات هادو. ولا لاحظتوا البنات راني ما دايره فيهم لا بيض لا والو، ما كنديرش في القراش البلديه ما كنديرش فيهم البيض. والبنات هنايا غادي ندير الملحه باش كيجيو معادين في الذوق زوينين، يعني راه ماشي كندير غير شويه، راه كندير الملحه يعني بحال غادي نعجن المسمن ولا الخبز، ولا المهم كنقص غير شويه على الخبز ماشي بزاف. هنا البنات كنت غندير الخميره، وليت حتى نخلط هاد النواشف بعدا كاملين عاد غندير الخميره، حيت لا درت الخميره خصني نكب عليها نيت الماء باش تذوب. والله الا كينفعوا البنات، وحنا رقناهم راه كلينا منهم والله العظيم، الا جاوا فنين وديك الريحه ديال الزهره البنات كتجي فنه. صافي البنات هنا غندير معلقه عامره مزيان ديال الخميره ديال الخبز، مع كان شويه الحل بارد، ماشي بارد بزاف ولكن المهم درت معلقه عامره مزيان. غادي ندير شويه الماء دافي، غير شويه دافي ماشي بزاف بزاف، وعاد غادي نزيد الزهر البنات. المهم داك الكاس الزهر هو اللي استعملته وتما باقي كملته بالماء. صافي غادي نبدا نخلطهم مزيان، وغادي ندلكهم مزيان البنات. انا كندلكهم وانا كنزيد الماء كندلكهم. دابا راني كندير داك الكاس ديال الزهر، ما نقولكمش واحد الريحه كانت طالعه فاش كنت كنعجنهم كتحمق. المهم كندير هكايا كنعجن وكندلكهم وكندير لهم شويه الماء عاوتاني ندلكهم حتى تجمعوا مزيان وترخفوا، ماشي ترخفوا كاع حتى ولاو بحال ديك الكرواسه، ولكن المهم كنقدروا نتحكموا هكا فيهم شويه. المهم حتى غنجمعهم شويه عاد غادي نزيد داك الكاس ديال الزيت، داك كاس لارب ديال الزيت ما درتوش من الاول، ما كنديروش من الاول البنات، عاد غنزيدوا دابا. ديما ما ديروش الزيت من الاول، تا كديروا الخميره وكتذوب وكتجمعوها شويه عاد ديروا الزيت. صافي دابا غادي نبدا ندلكهم البنات، دلكه ورشه دلكه ورشه حتى غادي ترخفوا مزيان كما قالت الوالده ديالي، دلكه ورشه حتى بالنسبه للخبز. نبدأ قولي كيف كافة البشر، بسم رحيم الرحمن،
خلق كل شيء مزيان وصلت احلى النبي العمر وشوف ضياء الجنان وصحابه في كل زمان يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بشان بيني وبينك بيبان زهرة الدفلة في الكون قايمة سيرك شحالي بان مرا روح الدب شبان مصارك كله في وحب العطار والباس كل الواد تبتني بعنان فقري رسول داك الظهر كيف بلغك في مكان كله جند وجدران يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا بر والحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا بر والحسان ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب والهوم حتى بشي ناس ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب والهوم حتى بشي ناس أوليدي أيلي أوليدي أوليدي وصبرتي ما كبرتي البنات صافي راكم شفتوا منين دلكتها وسالي درتها في هذا البانيو هذا وغطيتها بداك السلوفان مزيان باش تخمر وخمرات البنات هانتوما كما كتشوفوا ضعف الحجم ديالها صافي جبت غير واحد شويه ديال الزيت ماشي بزاف انكم تقويو الزيت في يديكم حيت غير هكا دهنوا يديكم غير بشويه صافي وبقاو تقرصوها هكايا انا ما غاديش نديرهم كبار بزاف البنات شويه غير شويه وصافي صافي وغادي نقطعها كامله نديرهم في اللاطات نعمر عمرات لي جوج لاطات وداك الطاجين ديال الحرشه حتى هو فرشت فيه داك ورق الزبده حتى هو نفعني راه هز لي شي 6 ديال الحبات وهنا البنات المهم خرجت لي شي 25 حبه والله العظيم هذا الكيلو ديال الطحين خرج لي المهم هذه المقادير كامله عطيتكم خرجت لي 25 حبه راه الخير والبركه صافي هنايا كيف ما قلت لكم كنقرصها هكايا كامله وغادي منين نساليها البنات غادي منين نعمر اللاطات بجوج غادي نولي نبدا بهاد اللاطه اللي بديت من الاول غادي نلقاها شويه ترخفات وغادي نقرصها البنات حيت البنات هادو راه ماشي داك القراص دوك البريوش البريوش كيجي عالي من فوق اما القريشلات انا كيعجبوني ما يكونش فيهم هكايا داك البابه بزاف المهم خصني نقرصهم شي شويه باش كيجيو نيت قريشلات البريوش اللي كيجي عالي المهم البنات صافي هنايا كنعمر هاد اللاطه كيف ما قلت لكم خرجت لي 25 حبه راني عمرت اللاطه الاولى حيدتها خليتها تطلق وليت حمرتها الثانيه وليت الطاجين حتى هو عاونت به راهما البنات دغيا كيوجدوا الصراحه كيوجدوا دغيا وكيف ما قلت لكم كيجيو لذاد غير جربوهم وردوا عليا الخبر في لي كومونتير المهم البنات كنتمنىهم يعجبوكم وراه غينفعوكم كيف ما قلت لكم المدرسه ولا شي ضياف الغفله صافي هنا كما كتشوفوا ها نتوما دوك بديت بدوك اللي بديت في الاول هكا كنقرصهم شويه راه دغيا بسهوله البنات وعاد غادي ندوز باش غادي نوجد لهم البيض ها نتوما تشوفوا باش غادي ندهنهم بالبيض وغندير فيه غير واحد شويه ديال النسكافي صافي دابا غادي ندوز باش نوجد البيض ها نتوما كما كتشوفوا درت هنا واحد البيضه كامله بالبيض بالصفر ودرت غير واحد شويه ديال النسكافي ماشي بزاف وواحد طريقه ديال الملحه ووجدت هنايا شويه ديال الجلجلان وغادي ندهنهم كاملين ها نتوما راهم خمروا دابا راه خليتهم حتى خمروا خليهم البنات يخمروا وفاش ديرهم في اللاطه خليهم فارقين شويه من بعدين شوفوا الزرارع كي كيبانوا في العجينه قويه نجاو الصراحه من السمين ايوا صافي غادي نبقى هكا كندهنهم بالبيض وكاملين غادي ندهنهم ندهن هاد اللاطه الاولى ندفعها في الفران وراهم دغيا كيطيبو هما ما كيتعطلوش البنات في الطياب حيت كيجيو خفافين صافي هنا غادي نزيد ديك الاخر الجلجلان كيعجبني نقوي لهم انا الجلجلان من الفوق المهم القرشات كاملين كيعجبني نقوي فيهم هذاك الزرارع وداك الشيء باش كيجيو من السمين ولدادين ايوا صافي غنحشي هاد اللاطه في الفران بعدا نولي ندهن الاخرى
المهم وان شاء الله نوريكم الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم البنات، شوفوا كيفاش جاو، جاو رطبين وهشاشين، جاو كيحمقوا البنات. وكيف ما قلت لكم راهم جاو قريش لا تنيت، ما فيهمش ديك البابه بزاف البنات، جاو صراحه الله لذادين، جاو كيحمقوا. وعطاو واحد الكميه اللي هي كبيره بدوك المقادير، راه قلت لكم عطاوني 25 حبه صافي البنات. والله العظيم الا جاو كيحمقوا نتمنىهم يعجبوكم. ولا عجبوكم بطبيعه الحال ما تنساونيش من اللايك والاشتراك في القناه اللي مازال ما مشتركش. مازال كنوريكم ها نتوما كما كتشوفوا راهم مفشفشين البنات ورطب. المهم البنات غادي نقول لكم هنايا شكرا بزاف على حسن التتبع ديالكم، واللي بقى معايا حتى لهنايا يخلي لي واحد لايك، وبطبيعه الحال شي كومونتير اللي هو زوين، حتى شي فيديو اخر بحول الله. مع السلامه.